نعم. فضيلة الشيخ، المصلى الذي لا يقام فيه إلا فرض واحد ويؤذن فيه، هل تلزم تحية المسجد؟ إذا كان هذا المصلى محفوظا لعامة الناس فحكمه حكم المسجد. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مصلى العيد في حكم المسجد، فإنه أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد وأن تعتزل الحية بالمصلى، وهذا يدل على أنه في حكم المسجد. أما المصلى الخاص الذي يتخذه المصلى في بيته أو تتخذه الإدارة بعض الدوائر في مكان الإدارة، فهذا ليس له حكم المسجد.